طقس بارد في شمال المملكة وفرصة لزخات متفرقة من الأمطار بمشيئة الله وانخفاض على درجات الحرارة وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. تسود أجواء باردة في المناطق الشمالية من المملكة، وتبقى الأجواء معتدلة في معظم المناطق خلال الساعات القادمة من هذا اليوم، وكما نشاهد هنا من خرائط الهطولات المطرية الواردة لدينا في مركز طقس العرب. بعض الفرص لزخات من الأمطار بمشيئة الله صباحا يوم الأربعاء على المناطق الشمالية وأيضا خلال ساعات النهار، ومن المتوقع أن تكون هذه الأمطار مخلوطة بالثلوج في بعض الأحيان من ساعات الصباح الباكر في المناطق الشمالية من المملكة. يوم الخميس من المتوقع أن يطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة من تقريبا 10 درجات مئوية، تحديدا في العاصمة الرياض تكون درجة الحرارة أقل ب 10 درجات مئوية، وأيضا انخفض درجات الحرارة الليلية. هذا الانخفاض في درجات الحرارة يصاحبه رياح نشطة قد تثير الأتربة في المناطق الشرقية. هذه الأحوال الجوية تستمر يوم الخميس ويوم الجمعة بمشيئة الله. في هذه الليلة وتحديدا في العاصمة الرياض أجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 18 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 17 كيلومتر في الساعة. وفي ثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض كما ذكرنا سابقا يوم الأربعاء نهارا 28 درجة مئوية، ولكن يوم الخميس كما نشاهد انخفاض حاد تصل إلى 19 درجة مئوية، ويصاحب انخفاض آخر يوم الجمعة لتصل إلى 17 درجة في ساعات النهار. كذلك الأمر في درجات الحرارة الليلية، انخفاض بسيط من 13 إلى 11 وإلى 10 درجات خلال ثلاث أيام القادمة. ومن الرياض إلى باقي مناطق المملكة، ونبدأها من سكاكا نهارا من 15 إلى 5 درجات، كذلك الأمر في عرعر وفي تبوك من 15 إلى 5 درجات خلال ساعات النهار بمشيئة الله. أما في مكة من 24 إلى 15 درجة مئوية، في الطائف من 20 إلى 12، في المدينة المنورة هنالك رياح مثيرة للأتربة من 23 إلى 12 درجة، وفي جدة غيوم متفرقة من 25 إلى 16 درجة مئوية في ساعات المساء، في أبها من 20 إلى 11، في الباحة من 18 إلى 12، وفي جازان فرص للأمطار من 28 إلى 25 درجة مئوية في ساعات المساء، في الدمام 26 إلى 17، في الإحساء 28 إلى 14، وفي حفر الباطن من 17 إلى 18 درجة مئوية. وبالانتقال إلى العاصمة الرياض نجد أن درجة الحرارة 28 إلى 13 درجة مئوية، في بريدة من 20 إلى 19، وفي حائل أخيرا من 16 إلى 5 درجات مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.